ده يا جماعة منظر الترع اللي النهاردة الأرض بقت بتتروي بيها، منظر يحزن، منظر يعني بجد يعني مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة في القرى وفي الأرياف دلوقتي. الترع دي كان زمان كان كلها خير، يعني لو حد هيأيدني في الكلام اللي أنا هقوله، الترعة دي زمان كنت تمشي جنب الترعة تشوف السمك في المية وقد ايه المية بتاعتها كانت بتبقى نظيفة. دلوقتي الترع يعني ده نموذج كمية تلوث فيها بقى العوادم والصرف الصحي وكل حاجة قضت على الثروة السمكية وعلى المية الجميلة وعلى الحياة الجميلة اللي كانت موجودة زمان. على الرغم برضو من ان مشكلة الصرف الصحي مشكلة من زمان، يعني احنا بنتكلم عن حاجة قديمة، الى ان زمان كانت المية حلوة ونظيفة اكتر من كده بكتير، كنا بنلاقي سمك موجود في الترعة وبتشوفه بعينيك، والمية كنت ممكن تشوف وانت واقف كده تشوف على بعد، ممكن تشوف الارضية بتاعة الترعة. انما دلوقتي بالمنظر ده ايه السبب؟ يعني اكيد كلنا عارفين، سواء كانت مخلفات مصانع، سواء كانت القرارات بتاعه الصرف الصحي، سواء كانت عيب مننا احنا مش عارفين نتعامل وبنرمي المخلفات والزباله وكل حاجه بنرميها، يعني الميه بقت بالشكل اللي انتم شايفينه ده والترع بقت بالشكل اللي انتم شايفينه ده. ف ايه الحل في الموضوعات دي، وازاي ان احنا نقدر نرجع الحياه الجميله بتاعه زمان والميه الحلوه بتاعه زمان، وان الترع تبقى نظيفه وميه نظيفه والثروه السمكيه ترجع تاني، لان هي تكاد تكون انعدمت النهارده، ما بقاش فيه موجود سمك في الترع زي زمان خالص. فده نموذج يعني للمهتم بهذا الموضوع والمسؤول في هذا الشان، وكل من يمكن ان هو يحل المشكله ديت يبقى كتر خير ان هو لو يساهم او يساعد في ان هو يحلها او حتى يطرح حلول ليها اللي هي تتحل ازاي. ده المنظر، يعني يمكن هنا المنطقة يعني اهو كده احسن شوية ما كنت انا بصور في الاول، الى ان زي ما انتم شايفين الوضع كده، والناس اللي هي من الارياف او الناس اللي اتربط في مجتمع ريفي هتعرف الفرق ما بين المنظر ده اللي هو على الطبيعة دلوقتي والمنظر بتاع زمان. لو حد شاف الترعة بتاع زمان كان شكلها ايه.